والحبال اهلا وسهلا فيك بزهره الخليج. اول شيء بدنا نعرف شو التفاصيل الجديده هاي السنه بضيافه او شو المميز هاي السنه؟ المميز هاي السنه انه اول شيء هي العوده الى الحياه، هذا هو الشعار الاساسي. كثير نجوم من العالم تحمسوا للفكره انه فعلا هلا عم يصير ريد كاربت ايفنت بدبي بعد هذا الانقطاع الطويل. العالم كله كان بالحجر مثل ما بنعرف. فالجديد بالموضوع انه في تشوق لكل حدث حيصير جوا، جايين من كل انحاء العالم، شخصيات كثير مهمه حنشوفها كلياتنا هلا ضمن الايفنت ان شاء الله. طيب وائل، طبعا انت يعني معروف بصوتك ما شاء الله، الاهم فويس اوفر بالوطن العربي، وحتى اختارتك جوجل عالميا سابقا يعني لسنوات انك تكون صوت جوجل ارجعت صوت جوجل باللغه العربيه. اول شيء شو عمل لك هذا، يعني هذا فرق بحياتك المهنيه؟ هلا صراحه هو كثير شيء حلو وكثير شيء قاسي بنفس الوقت. الشيء الحلو بالموضوع انه انت اكيد صرت صوت خرائط جوجل حول العالم وصار يشار لك بالبنان، الحمد لله. هذا الشيء يعني بينا نحن جماعة الفويس أوفرز اللي عم نحاول نثبت هاي المهنة الفنية من ضمن المواهب أو المهن الفنية الكبيرة بالعالم العربي. الصعوبة إنك أنت عم تشق طريق من الصخر، لأنه كمان أنت بسموه البايونيرز، أنت عم تشتغل بشيء من الصفر ما حدا بيعرفها، عم تدرب عم تساعد، فكمان هذا الشيء صعب وحلو بنفس الوقت. أبو ماجد، بس أنت ما إنك محصور بس بهذا الموضوع، كمان يعني بتعمل قصائد، بتعمل أشياء وطنية، أشياء غزلية، وهلا بدنا نسمع شيء يعني. والله أنا أتشرف يا سيدي. يعني إذا بنحب نقول شيء لابن الفارض، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. طيب أنا بدي أتحداك، حأعطيك جملة اللي هي زهرة الخليج تلهمنا وتقلي إياها بأكثر من نبرة. طيب أول شيء بنقول زهرة الخليج تلهمنا، بعدين بنقول زهرة الخليج تلهمنا، كمان وحدة زهرة الخليج تلهمنا. طيب صوت جوجل، الاتجاه مباشرة نحو زهرة الخليج، زهرة الخليج تلهمنا. شكرا أبو عدنان حبيبي، كلك زوا حبيبي. الله يسلمك، شرف لي وشرف ودائما متشرفين بزهرة الخليج حبيبي. تسلم لي يا حبيبي. شكرا.